واقع السياسة التي تتبعها حكومة خادم الحرمين الشريفين أثبتت نجاحها في عندما واجهنا الأزمة المالية في 2008. كنا مستعدين باحتياطات كافية، واستمر البرنامج التنموي والاستثماري للحكومة في عام 2009 رغم الانخفاض الحاد في أسعار البترول. لم نخفض انفاقنا الاستثماري، ولهذا مستعدين لو لا سمح الله كان هناك انتكاسة في الاقتصاد العالمي للجوء إلى هذه الاحتياطيات. وهذا بالواقع يعكس أهمية بناء احتياطيات كافية لتنفيذ السياسات الاستثمارية والتنموية على المدى المتوسط وليس فقط